السلام عليكم، معكم غزال القرش، في عمري 21 عام، موديليست ستيليست وكنبيع الريب. انا ديجا خدمت العام اللي فات في الريب، كنت بديت مع خالي في رمضان نيت في هذه الوقيته، بسبب انني ما كنتش خدامه وتا هو ما كانش خدام، قلنا اجي نخدموا انا وياه مع بعضياتنا. ومن بعد فاش داز رمضان وليت خدامه بوحدي كنبيع هربل، هذيك الاكله اللي كانت شهرات بالزراع والشعير وإيلان والريب. بصراحة بالنسبة لعام فات كانوا الناس كيتعاملوا معي بغرابة، ما كيعرفونيش، كتجيهم بيزار أنا تكون درية هنايا خدامة ديال الكروسة ديال الريب. كتجيهم العام فات كانت كتجيهم شكل، دابا بحال ولفوني صافي الناس ولات كتجيهم عادية، بالأخص في هذا السيكتور اللي أنا فيه. مهم بالنسبة لهاد العام لقيت مشكلة كبيرة في الحليب، كلشي ولا غالي، كتمشي عند مالي الحليب كيدفعوا عليك كبير، كلشي ولا غالي، كلشي ولا غالي بزاف. كيقول لك ما غنفوتش لك مثلا 7 ايطرو، ما غنفوتهاش ليك. صافي لقيت مشكل في الاول في الريب في الحليب، وباقي دابا لاقي مشكل. يعني دابا كنعدي وكناخذ من هاد الحانوت وناخذ من هاد الحانوت، يعني وليت كناخذ الريب بالثمن ديال الحوانت، فهمتي؟ بحال شريته بحال الناس كاملين، ما كناخذوش بالجمله بحال الناس، فهمتوني؟ الطريقه باش كنصايب الريب هي انني كنفيق في الصباح كنجيب الحليب من هاد الحانوت وهاد الحانوت وهاد الحانوت، حتى كنجمع ديك الكونتيتي اللي نقدر عليها. صافي كنطيب الحليب انا وماما واختي، كنعمرو القراعي كنخليوه حتى يريب ونديروه في الثلاجه. صافي هكا باش كنوجدوا الحليب، باش كنوجدوا الريب ديال الغد ليه كنبقاو هكا. وعصير الليمون كنعصروه في النهار وفي الصباح، وكنجي نبيعوه هنايا مع ديك 3 4 العشيه. هو معروف بلي كاين الريب العادي، هذا الريب الابيض فاني، وكاين اللي كيديروا ليه السيرو. انا كنصايب الريب بالنكهات، كاين الريب بنكهه الفريز والبيستاج والخوخ المهم. لا كنت باقا صغيره كان خالي خدام في محلابه كان كيصايبو، وكان معروف بزداو، سميتو زداو. كل واحد شنو كيبغي، على حساب كل واحد والذوق ديالو. انا ديجا من ورا رمضان العام اللي فات كنت درت هربل، وبقيت خدامه في هربل توصل عيد الكبير، مات لي الوالد الله يرحمه. صافي لقيت بلي وديك الساعه دخل البرد، صافي مابقيتش كنصور والو، يعني في الريب. وجلس واحد الشهر هكاك ديبريميت ودازوا عليا ظروف. من بعد مشيت رجعت لشركه ديال الكونفيكسيون اللي كنت فيهم، ما ارتحيتش عاوتاني وانا نخرج. صافي ومشيت خدمت في واحد المدرسه، كنقري فيها دراري صغار، وبما نجمع زعما واحد شويه ويوصل رمضان. دابا يعني دابا خدامه وغادي نخدم في نفس الوقت، انا خدام في المدرسه وكنخدم هنايا. نقولوا على موسميه بصراحه من اكثر الناس اللي كانوا كيشجعوني بزاف بزاف هو بابا الله يرحمه. كان فرحان بيا بزاف وكان باغيني نوصل، وكان كيشجعني على واحد الحاجه هي انني ما عمرني نخدم هاد شي واحد. كان ديما كيقول لي عمرك ما توصلي على شي واحد وما تخدميش عند شي واحد، حتى هو الله يرحمه كان خدام تاعي. يعني نهار قال عييت مات، عيا بزاف، وفاش كان مرض ما تعطاتوش الحريه ديال انه يرتاح قبل ما يموت، فهمتوني؟ يعني كان خاصو ضروري يخدم عند الناس باش يتخلص في راس الشهر، يعني ما ارتاح حتى مات. انا ما بغيتش صراحه نعيش داكشي اللي عاش بابا الله يرحمه، بغيت نبقى حره. انا خدامه دابا في المدرسه وليك ما معولاش على المدرسه، بغيت نخدم مع راسي، بغيت نخدم نخلص راسي براسي، ما نتسناش واحد يخلصني. الا مرضت نرتاح، بغيت نرتاح، الا عييت نرتاح، ما نتسناش حتى نموت عاد نرتاح. صراحه هذه الوصيه ديال بابا الله يرحمه كان ديما كيقولها لينا. انا ديجا دايره باج في انستغرام، باج فيسبوك، وباج في تيك توك. الناس كيجيو عندي من فيسبوك، كيجيو عندي من انستغرام. ودابا ان شاء الله انا وخويا والوالده ديالي واختي كنفكروا اننا ناسسوا واحد المحلبه سميتها محلبه صحابيه.
يعني نخدموا داكشي باغ انترنيت، ما غاديش يكون عندنا موقع ديال الناس يجيو ياكلوا عندنا، لا حنا اللي غنصايبوا، حنا غنوصلوا للناس، هما غيختاروا على حسب الذوق ديالهم وغتوصلهم اي حاجه بغاوها. اللي بغى يتواصل معايا واللي بغى المعلومات اكثر غيدخل الباج ديالي في انستغرام الكرش غيزلان، وفيسبوك الكرش غيزلان، وتيك توك الكرش غيزلان. نصيحتي للشباب والشابات اللي في اللاج ديالي، ما ترجعوش اللور، صبروا، الحياه هي هذه، الحياه تستمر، يعني واخا يوقعوا لك مشاكل في حياتك صبر، ارتاح واحد شويه واستمر في حياتك، يعني ما توقفش حياتك بصفه عامه، غير ارتاح وان شاء الله غادي يكون خير. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.